السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم إخواني مجددا على قناتكم لحظة، أرجو أن تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو هذا حاولت إن شاء الله أقسمه إلى 3 أجزاء، على باش ما يجيش طويل بزاف وتستفادوا من كل فيديو، لأنه على بالي العديد منكم موش يكمل الفيديو إلى الأخير، هكا بتكون المنفعة أكبر. الجزء الأول إن شاء الله راح نحكيه فيه على لا ليسونس تاع المجاهدين، ونحكيو شحال تخلص جمارك ورسوم ضريبية، والملف تاع لا ليسونس تاع المجاهدين، وكيف تقدر تشري بطوموبيل بلا ليسونس تاع المجاهدين، سواء وحدك ولا عن طريق وكيل كونسيسيونير. الجزء الثاني ان شاء الله اللي حنحكي فيه على المعاقين حركيا بنسبة 100%، وكيفاش كذلك حتى الفئة هذه يمكنهم باش يدخلوا سيارة، وشحال شنو هو الملف تاعها، وشحال يخلصوا ضرائب ورسوم جمركية. والفيديو الثالث ان شاء الله والجزء الاخير راح انقل فيه الاسعار السيارات السياحية والنفعية، السياحية اللي يعرفها الجميع اللي ندورو بها كما يقولوا، والنفعية اللي نخدمو بها ان شاء الله ننقلها لكم الاسعار تاعها عن طريق لا ليسونس تاع المجاهدين، وكذلك عن طريق هذيك لاكارت تاع المعاقين حركيا. من ماذا بيا اللي ماهوش مشترك في القناة يشترك ان شاء الله، بيوصلوه لجميع الفيديوهات اللي راح نتكلم عليهم الخاصة بهاته النقاط اللي يهمو طبعا الموضوع. نبدأ مباشرة في لا ليسونس تاع المجاهدين. هذه هما الوثائق اللي لازم يكونوا عندك باش تجيب سيارة من الخارج عن طريق لا ليسونس تاع المجاهدين، سواء من عند الوكيل سواء تجيبها وحدك، سيارة تجيبها وحدك. الحاجة اللي تفرق عن الوكيل ولا كي تجيب السيارة وحدك، أن الوكيل راه حيجيبها لك بالسعر الرسمي لو طون دو شونج اوفيسيال، اللي هو راهو 15000، 15000 واحد اورو يسوى 15000. والحاجة ولا كي تجيب طوموبيل وحدك راح تجيبها بسعر السكوار، ولا إذا كان عندك اورو هذيك حاجة أخرى. الملف كما قلت لكم فيه لا ليسونس مجاهد لو 3 فولي، معناتها هذه هي رخصة اقتناء السيارة، تكون في 3 نسخ، معناتها هذه هي الحاجة الأولى. كارت دانفاليد، هذه النقطة الثانية، واللي هي بطاقة العطب. وبطاقة العطب كما يعرف الجميع راهي يطلعوها جميع البطاقات، راهي طلعت إلى 100%، نسبة العطب المئوية راهي مقدرة الآن حاليا 100%، معناتها كانت بكري كانت 70 60 100%، دوكا راهي كامل 100%. الوثيقة الثالثة كذلك هي كارد ديدونتيتي ناسيونال، اللي هي بطاقة التعريف الوطنية. الوثيقة الرابعة هي بروفي دو بونسيون، هذه يسموها براءة المنحة المعطوب، هذه هي كذلك الوثيقة الرابعة اللي لازم تكون تحت، لازم يمتلكها صاحب اللي راه يحوس يجيب سيارة عن طريق رخصة المجاهدين. الوثيقة الخامسة اللي هي فاكتور دي فيكيل، هذه لا فاكتور، هذه كي تشري سيارة من الخارج كونسيسيونير راهم يعرفوا هذه الطريقة، يخدم لك فاكتور تاع لا فيكيل، إذا جبتها وحدك لازم هذه لا فاكتور بتعقبها على الجمركة. الوثيقة السادسة هي سيرتيفيكات دو كونفيرميتي، بطاقة المطابقة، هذه لازم كذلك لما تخرج سيارة وتحب تجيبها وحدك لازم تطلب من الكونسيسيونير الوكيل اللي في الخارج، ولا تطلب منه هذه شهادة المطابقة وتقول له باش نعقبها عن طريق الجمارك. الحاجة الأخيرة السابعة اللي هي كارت دو ماتريكيلاسيون بروفيزوار، هذه الماتريكيل كما نقولوا الترقيم مبدئي ماهوش نهائي، هذه باش تجيب فقط باش تشحن السيارة من طريق عن طريق من البلد اللي جاي فيه باش تشحنها إلى الجزائر. فقط لمعلوماتكم أن هذا الماتريكيلاسيون بروفيزوار هذا تخلص عليه مبلغ من المال بالنسبة للاكارت تاع المجاهدين. الآن ننتقل إلى نقطة أخرى والخاصة ب الضرائب الرسوم الجمركية، شحال تخلص. الحاجة الأولى الضرائب الرسوم الجمركية اللي تخلص كانت فيما مضى 1%، راهم زادولها راهي حاليا 2%، نعم زادولها، معناتها تخلص قيمة 2% من السيارة. كذلك بخصوص المصاريف أخرى، كان مصاريف تاع الباركينج، كي تجيب سيارة وتدخلها الباركينج في الجزائر في الجمركة تخلص عليها كذلك بعض المصاريف، وماشي حاجة رمزية، هذو المصاريف تاع الباركينج ماهوش مبلغ كبير. الحاجة الثالثة ثانية اللي تخلصها هي مبلغ تاع التأمين تاع السيارة، لما تجيب السيارة في البابور لازم عندك واحد المبلغ لازم تخلصه باش
تدخل السيارة إلى الجزائر. ثاني مبلغ ماهوش كبير بزاف. والحاجة الرابعة اللي هي باينة باش الشحن تاع السيارة، مصاريف النقل تختلف، راهي من 300 حتى 800 أورو على حساب شحال الأشخاص يجوا في البابور، وشحال حساب كل مرة تختلف السعر تاع الشحن تاع السيارة. دي فوا تكون 300 أورو، دي فوا تكون ماكسيموم تاعها بلافو تاعها يكون 700 إلى 800 أورو. هذه كل المصاريف الخاصة ب لا ليسونس تاع المجاهدين. كما قلنا الوكالة إن شاء الله بإذن الله راح تكون عندهم هذه الخاصية. برك نوجهكم ملاحظة بخصوص الوكلاء، لما الإنسان يجيب طريق سيارة عن طريق الوكلاء بلا ليسونس تاع المجاهدين، لازم ما ديروش في بالكم باللي الوكيل راح يجيبها لك بسعر معناتها يكون هذاك هو السعر الأوفيسيال، ما يعطيكش بزاف تخفيضات. مثلا سيارة تسوى 180 مليون بلا ليسونس تاع المجاهدين، هو مش راح يقول لك 180 مليون، راح يدي الفايدة تاعو ويزيد يقول لك بري اخر، مش ماكش حتستفاد 100% من لا ليسونس تاع المجاهدين. هكا راهم يخدموا هما في بلايص، جميع الوكالات تقريبا يخدموا هكا. كي تجيب السيارة وحدك من الخارج، راه كاين شخص راني نتواصل معاه في الفيسبوك، راهو يجيب سيارات. مثلا انت تبعث له الوثائق هذه، تبعثهم له الى الخارج، وهو يبعث لك السيارة تاعك، يوصلها لك هنا الى هنا للجزائر بلا ما تروح حتى، بلا ما تدير حتى اجراء. لكن النقطة هذه انه يجيب لك السيارة بسعر السكوار، ما يجيبها لكش بالسعر الاوفيسيال، يجيبه لك بالسعر اللي هو 19000، 1 اورو يساوي 19000. ما انت راح تزيد شوية المبلغ، لكن اللي راهم محتاجين سيارة وحابين يجيبوا سيارة بلا ليسونس تاع المجاهدين، او كاين شخص تحبوا تتصلوا بيا، نخلي لي في التعليقات علقوا لي لو حاب يجيب سيارة عن طريق رخصة المجاهدين. نبحثوا لهذا الشخص اللي عنده وكالة في بوردو في فرنسا، راني اتصلت بيه شخصيا وقال لي اي واحد حاب يجيب سيارة عن طريق لا ليسونس تاع المجاهدين فقط يبعث لي ليا، وانا نتواصل معاه ونقول له شنو هي الخطوات او الاجراءات باش يجيب سيارة ان شاء الله من الخارج. هذا كل ما في فيديو اليوم. برك نعاود ندير ملخص واش درت. هذا هو الدوكيومون او الملف الخاص بلا ليسونس تاع المجاهدين، ليسونس مجاهد في 3 نسخ: كارد دا فاليد، كارد دو بانديتي ناسيونال، بروفي دو بونسيون، فاكتور دو فيكيل، سيرتيفيكا دو كونفيرميتي، كارد ماتريكيلاسيون بروفيزوار. هادو كامل هادو لازم يكونوا في الدوسي، سينو ما يعقبش الدوسي على الجمارك. وحاليا راهي مش الاشخاص راهم يجيبوا سيارات عن طريق لا ليسونس تاع المجاهدين. والفيديو ان شاء الله الجاي راح احكي فيه على لاكارت تاع المعوقين حركيا اللي مقدره كذلك 100%. ان شاء الله راح اشرح فيها الخطوات كيفاش تجيب سياره باش نساعدوا كذلك المعوقين ان شاء الله باش يجيبوا سياره من الخارج. ماذا بيا ان شاء الله تشتركوا في القناه حتى يصلكم كل جديد، والسلام عليكم.